أهلي متجوزين شوي من أهلها، فتعرفت من خلالهم أنه قالوا لي في بنت في العيلة عندنا، فتعال تعرف عليها وبركن صار نصيب. قولي قبل بكم يوم أنه في شاب حابب يجي يشوفك، إذا صار نصيب كان به، ما صار نصيب ما في أي مشكلة. فقلت لهم أهلا وسهلا فيه، وأجا وتعرفنا على بعض وصار في قبول من الطرفين، وقعدنا كذا مرة مع بعض وصار نصيب. العرس الفلسطيني ميزته انه بيجمع الناس كانها بيت واحد كأسرة. وفي العرس ممكن تلاقي ناس يعني مش بنفس العيلة، ممكن احد بيخدم بكيم بطعمه بكنس بجيب كرسي بحط شغله ببسط فضات بشد عبل، كله موجود. فالعرس الفلسطيني في فلسطين، اذا انتهى العرس الفلسطيني في فلسطين انتهى التراث الشعبي الفلسطيني. العرس الفلسطيني بمفهوم اليوم أو كل الناس حاطة في راسها، حتى لو اللي بالأول يعني والعرس القديم، إنه إحنا شاب بده صبي ومنجوزهن وهذا هو. بينما العرس هو ملخص لكل وسائل الاتصال اللي موجودة، هو التليفون وهو التلفزيون وهو الراديو وهو الرسائل وهو الاس ام اس وكل إشي كنا نشوفه بقلب العرس. العرس هو ملخص لكل الوضع الاجتماعي اللي موجود في أي قرية ولا في أي تجمع سكاني اللي بده يصير فيه العرس. العرس كينوني، حياة مجتمع كده يعني. حياة قرية هي عبارة عن لمي للبلد، اجتماع عام للبلد يتخلل أهازيج وفرح ودبكي ورقص. فهذا سبب صمم وجود الناس. وتخيل إذا كان الاجتماع هذا كل يومين ثلاثة وكل أربع خمس ست أيام وكل سبعة ثمان أيام وكل جمعة وكل يومين، وفي أوقات اليوم مرتين ثلاثة بالحارات كلها توزع على البلد، كديش بصير إلفي بين الناس وكديش بصير حب وبصير الناس يعني تشوف بعض. قضية التواصل تزعج المؤسس الحاكمي في إسرائيل، التواصل والتلاحم إن كان التواصل الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي. فمشان هيك بتلاقي انه بيحاولوا قدر المستطاع انه يفصلوا. كثير اوقات بدوروا على الحفله انتم ما شاء الله بتلاقي حواجز، يعني اذا بدك توقف عليها بتوصل العرس، يعني ممكن يعني تكون بينك وبين البلد 2 كيلو تروح تعمل لفه في طرق ثانيه احنا كفلسطينيين بنعرفها، تقعد 4 ساعات تتصل. ممكن يكون يعني كنا في اوقات الانتفاضه الاولى والانتفاضه يعني كان في اوقات من التجول، كنا أوقات نضطر نطلع تحت منع تجول الخوف من موت شفوق طخوق تروح وبوها الحرس ونسوي مش بس إنه عريس يتجوز عروس، إنه شاب يأخذ صبية. كل الأشياء اللي إحنا بدنا نمرقها بالعرس، إن كان بدنا نعزل البيت نعزله بالعرس، إذا كان في ناس مختلفين معهن نصلح، إذا ناس بدنا ننتقم منهن ما نعزمهنش على العرس. العرس يستغل لتوطيد العلاقات الاجتماعية،
لتجديد الحياة في قلب البيت، لأنه إحنا بدي فوت علينا الساكنة جديدة. كل العرس ينتج بداخل البيوت. عملية الذبح طقس كتير حلو وكتير جميل. اليوم نذبح عشان إحنا نوكل في أسبوع التعليل، نعمل مشاوي ونعمل الكب ونعمل مش عارف الصفيحة وإلى آخره. بس بالأول كانوا يذبحوا عشان يغدوا، فيقوم الصبح يقولوا لأبو العريس يقوم يذبح لهن يوم العرس، مصابيح العرس، عشان يلحقوا يعالوا الأكل ويأكلوا. يقوم يغسل ويشكل كمامه ويحط الذبايح، وتيجي الشباب عشان تساعده، والنسوان حواليه بغنوا ويدرب كولو. يا ساجرات الريحان عمين مشيحة، مشيحة عابو العريس معلي ادبيحة، وإيدو على السكين بيضة مليحة. ويا ساجرة الريحان عمين مهدولي، مهدولي عابو العريس نايم بضلي بعد ما دبح وتعب وبدو ينام يتريح. وبعدين تستاهلي يم العريس الفرح، تستاهلي يم العريس. العرس الفلسطيني حسب رأيي هو العادات والتقاليد اللي ربونا علينا أبائنا وأجدادنا، اللي كان فيها احترام كبير للعرس نفسه اللي حافظ على كل هاي العادات والتقاليد، وبالذات في موضوع القاعات، يعني الابتعاد عن القاعات، والعرس يكون في البلد نفسه، في داخل المدينة، في داخل القرية، عند البيت بين الأهل والأصحاب والجيران، اللي هو بيعطي رونق آخر لهذا العرس. العرس هو عبارة عن مجموعة طقوس، إحنا بنعمل وصلات بناتهن باستراحات معينة، بس كل طقس من طقوس العرس هو مسرحية قائمة بذاتها، بنبدأ بالمسرحية وبننهيها. عنا طقس اسمه طقس التجلاي، عنا طقس تحضير الأكل، عنا طقس الحلاقة الزيانة، عنا طقس أنا عارفة الزفة، عنا طقس الفاردي لما بنروح منجيب العروس. فكل واحدة من هاي الطقوس عنصرها الأساسي هو الغناء. إحنا بدينا هيك، أول شيء أنا جماعة قرايبي على فنجان قهوة بنسميه، فعلمت إنه في عنا عرس بالتاريخ ب23 الشهر. بعدين جماعة الحارة اللي ممكن الإقراب علي كثير، بعدين جماعة البلد كلها، كل مشايخ البلد جماعتين، قلنا إن في عنا عرس وطلبنا منهم يقفوا معنا بالعرس. من جبت الحنة نريع عريس، من جبت الحنة نريع عريس، والحنة من عينا والقفل من باريس، والحنة من عينا والقفل من باريس. إحنا في إلها عدة استعمالات، إحنا منحني العريس، منحني العروس، منحني لها إيديها، منحني إجريها، منحني شعرها. حمامة سيدنا نوح لما رجعت وجابت غصن الزيتون، سيدنا نوح عليه السلام لم يقبل بالغصن، قال له شو اللي بيثبت انه الارض ناشفة والتراب صار ظاهر؟ فعادت الحمامة ولطخت اجريها بالتراب، فاجرين العروس حناها كان بناء على الحمامة اللي بديت رمزية للحياة من جديد بعد الطوفان وبعد الهلاك والموت. فكل عروس بتفوت على بيت جديد هي رمزية لحياة جديدة، هي اللي بدها تكمل المشوار. هلأ بالنسبة للحنة، المفروض هو الحنة عادة بس للنسوان،
هم اللي بيجوا بيحضروا الحنة، فأهل العريس بيحضروا بيجيبوا محارم قماش وبكونوا هيك محارم مزينة شوي وبحطوا فيها ملبس. هلا بيجمعوا قبل من الحنة بكم يوم، بيجمعوا كل قرايب العريس وبيجوا كم ست من قرايب العروس، بيجمعوا مع بعض في نفس البيت وبصيروا يغنوا وبيجيبوا المحارم وبحطوا الملبس فيهم بربطوهم وبحضروهم للحنة. فهلا بكونوا جاهزين يوم الحنة، بيجيبوهم بسلال قش وبيجوا بدخلوا عند العروس وبصيروا يرقصوا فيهم وبصيروا يوزعوا فيهم على كل الضيوف اللي بيجوا بحضروا الحنة. يعني يا لهلي يا لهلي، يعني عنا احنا ما يجبر لكم خاطر مثلا، ليش طلعتوني لبرا؟ ليه ما خلتنيش عندي اولاد العام واولاد الخال؟ كلماتها يعني هي اللي بتخلي الواحد يعيط وينزل هاي الدموع، بس هي دموع فرح مش دموع شيء ثاني. انا والله تاثرت كثير لانه هاي اخر مره بدها تيجي عندي على الدار وتنام عندنا بالدار يعني، وصعب بالفعل هنا صعبه، اما الحمد لله انا فرحه يعني من ناحيه ثانيه انا فرحه. عملية الحنة للعريس هو مجرد إحنا بنحط له الحنة بكفوف إيديه، وإذا كان إحنا بدنا كتير يعني نتفنن في الحنة فمنكتب على إيده أول حرف من اسمه أول حرف من اسم عروسته. بالنسبة للحنة وجو الحنة والغنان اللي بيحطوها للحنة بتخلي الواحد طبعا يتأثر بكل إشي، بالظروف اللي حواليه، بالنمط الأغنية نفسه بيخليك تفوت بشوي بحزن، وطبعا إشي كبير إنه أنت اليوم قاعد تتحنى، امبارح كنت نايم بالدار مع امك واهلك وبكره انت نايم بدار جديده مش مع اهلك. طبعا شيء كثير يعني هو شوي من ناحيه صعب، بس من ناحيه ثانيه هو انت بتفتح بيت جديد وحياه جديده. طبعا احنا هسه قاعدين بنحضر لجيت العروس، بنصمدها هنا لحد الساعه 4. تيجي بيجوا الاهل الاقارب اصحاب، في ناس ما جاتش على السهره بتيجي اليوم، بيسلموا على العروس بيباركوا لها بيهنونا بيهنوا ابوها عمامها سيادها،
وباخذ واجبهن وبنفتح لها زي حفله صغيره مصغره، مش زي الحفله اللي كانت قبل بليله، حفله مصغره لعند ما يجوا اهل العريس. بيجوا بعد صلاه العصر بعد الاربعه ونص، بيجوا طبعا اهل العريس بغنوا لها كم غنويه اللي هن عربيات مش من هاي الغنان اللي اليوم اللي هي القديمه، وبيجي سيدها وخالها باخذ العروس بتودع قرايبها وبتسهلوا فيها وبصير بكى طبعا اللي امها خواتها اللي قلبهم قد شوي زي حسلت يعني بنودعها. بعدين الاقارب احنا بنلحق العروس، احنا عندنا كانت عادة قديمه الام ما كانتش تروح مع العروس، الام بتضل بالبيت والاقارب باقي خواتها عماتها خالاتها كله بيلحق العروس معها بيطلع. بس اليوم بديت الاشي يتغير شوي، صارت العروس ام العروس بعد ساعه ساعتين بتروح بتنقط اهل العريس وبتحضر العرس. ما أنا إلا شاعر إلا امتداد للشعراء الفلسطينيين الذين خلدوا هذا الوطن وذكروا الناس دائما وأبدا في الوجود الإنساني العربي في هذه البلاد. أنا بعتبر الشعر الشعبي هو الشعر الميداني اللي بيلم الناس وبيجمع البلد وبيجمع العشيرة. الشاعر في وقت ما كانش في تلفزيون ولا إذاعة كان هو التلفزيون والإذاعة والجريدة والذي ينقل الأخبار. فاليوم مثلا بغني أي كلمة بتنتقل من بلد لبلد لبلد لبلد، ولأنها لغة الشعب ولغة العامة تنتقل بسرعة من بلد إلى بلد وينتقل الخبر والشيع. بقعد بحلق له قدام الناس كلياتها اللي الجواب دائما انه عشان يبهج وعشان يروح عند عروسته منعم وعشان كل هذا مش هو السبب، انه عشان اقول للناس انه ابننا رجل ويستطيع ان يتزوج. هناك العريس هي زيانة اصلا، العريس قبل العرس بشهر بطل يحلق. ليش؟ عشان لما يتحمم ويحلق يطلع له جلوة. شو جلوة؟ يعني بيطلع وجهه مفتح ومنور
هو شغله نفسيه، عيون اللي حواليه بتعودوا عليهم، يعني زي ما بيقولوا فلسطين بالمصطلح الشعبي مهوشه وشعقاته مش عارف شو، شواقبه هيك وشغلته هيك ولحيته وقميصه مش نظيف، وهو صار بصير هو صار يهمل بحاله مش عارف شو. طبعا سيوم العرس بحلكوا له بزينوه، بقول لك طلعت له جلوه يا الله. طبعا بيجيبوا المزين اللي هو الحلاق، كانوا قبل يسموه الشلبي، وكان الشلبي يعني حلاق ودكتور ومطهر وكل شيء تمام. اليوم جيبوا الحلاق وجيبوا له الشباب حواليه، شباينه واصحابه اصدقائه، وبقعد يحلقوا له. العرس كله بمر بشكل رسمي، يعني ابو العريس بيستقبل اصحابه بشكل رسمي، جدي. حلقة العريس بتيجي هي الرونق تاع العرس، اوكي؟ فرايحين ان شاء الله يعني رايحين نشوفوا شغلات غريبة. بيت الشبين اللي هو بيعزم العريس، الشبين هو الصاحب اللي بيكون من المقربين على العريس، طبعا العريس بيمون عليه وكل هاي الشغلات. بيعزم العريس، العريس بيجي لعنده عشان يتغسل ويجهز حاله، اللي هو بيقدرش طبعا يتغسل بالبيت عندن، مجبور يتغسل ببيت ثاني. فهو أولى واحد أو أكثر واحد اللي هو ممكن يكون بهاي، هذا هو الشبين اللي هو الصاحب العزيز يعني زي ما بقول. ويا نتغسل نلبس وعينا نجهز حالنا وننطلق من هاي النقطة للنقطة اللي هي أهم نقطة اللي هي العرس. بغير وعي بتحمم وبلبس وعي العرس، بس يقول طالع من الحمام يا أمه زغرتيله عريسنا المليح ضوط كناديله وطالع من الحمام يخطو على كباله، يعزم على الدير يعزم على اخواله زي هيك، وبيمشي بعدين بيجي مغازيم الزف. طبعاً بالزفاف بيلاقوا الناس، كمان في ناس بتجي بتطلع، في ناس بتطلع واجب. يعني ما ركنا من باب دار فلان، أجا فلان أطلع مثلاً عصير، أطلع مشروبات، أطلع حلو، أصب قهوة، وقف الصف وبتغنى لهذا الزلمة اللي قدر واجب، بغنوا له باسمه. ليش؟ لأنه هذا احترمنا وإحنا بنحترمه. طبعا هاي فيها اعلان، يعني تمشي بالشوارع اللي ما حاضرش، اللي حاضر يقول غايب اليوم زفت فلان، مرق في الشوارع زفي عادي، كل البلد تطلع حسب حب الناس له. دي بقى يعني زفي بتقدر تعرف بعرس فلان انه قديش الناس بيحبوا فلان، والزفي بصل داره بعدين بروح عشان بتقولوا اخر النوي بكل زفينا والمولى راد، يعني الله راد الزفي انك تزف، وواحد عايز الله السلام.
إليكم كما جيتونا. أنا من الشمال وهي من الجنوب تقريبا في الضفة، فالعادات شوي مختلفة. هم في عندهم عادة المحارم وهيك، إحنا عندنا ممكن ما في هاي العادة في منطقة الشمال. هاي منطقة بيت لحم تتميز في هاي العادة، إنه أمور الرضوة إنه بيجي أهل العريس زي برضو أهل العروس، إنه بحطوا لهم داخل محرمة مبلغ نقدي معين أو ما فيش له قيمة معينة، يعني شو بطلع من نفس العريس بحطه في إيد العروس. أنا بقول له هي مثلا مبلغ معين، أنت جهز بنتك في اللي أنت بنقصك أو اللي أنت جهزته، هي المصارف المقابل. العادة في البلد أنه أهل العروس دغري بقول لك ألف مبروك، بأخذ بس المحرمة المصاري دغري بدون ما يتفرج عليهم، بس بأخذ بطولهم بيعطيهم للعريس بقول لك ألف مبروك. هاي العادة بتتميز بس في منطقة بيت لحم، بيت سحور، بيت جالة. مساء الخير للجميع. أهلا وسهلا. جايين نرضيكم على أساس البنت ناخدها ونتمم أفراحنا وصدورنا مفتوحة إلكم، أي نقص من جهتكم إحنا حاضرين. وهاي سرة عرب لأبو حنة. بارك الله فيك، تمام الافراح، الله يسعدك، مبروك يا عمي، ان شاء الله تتهنى حبيبي. هسا في يوم العرس اللي هو يوم الإكليل، المفروض الأهل بيجتمعوا أهل العريس عند أهل العريس وبطلعوا في موكب عند أهل العروس، ولكن بسبب الحواجز الإسرائيلية المتوفرة ومنتشرة كثير في الضفة الغربية، أنا من منطقة الشمال فأهلي بعاد كثير، فما بلحقوا بنفس اليوم، بدهم 3-4 ساعات على الطرق تا يوصلوا، بكونوا تعبانين، فالأمور ما بتصير مزبوطة، فبكونوا متواجدين قبلها بيوم موجودين هنا أو يومين، بيجوا بنفس اليوم دغري على تقريبا الساعة 4 عند أهل العروس، بعودوا يعملوا زي طلبة صغيرة أنهم بدنا نأخذ بنتكم عشان نقوم برسم الزواج. كانت بدها مرة على العرس في طول كرم، وكانت الظروف منعت فيه، ما قدرناش نفوت، ما قدرنا نشارك. طبعاً هذا إشي كان مؤسف جداً وكان صعب جداً، لأنه كانت في رغبة للمشاركة من طرفنا، وكانت رغبة لأهلنا في طول كرم مثلاً إنه نشاركهم في هذا الفرح أو في أي مكان آخر يعني مختلف عن حياة الضفة الغربية. ظروف الاحتلال كانت تشكل عائق أساسي، وحتى اليوم إذا إحنا ندعي إخواننا من الضفة الغربية أو أي مسؤول من أي محافظة مش دائما بيقدر يدخل. كثير أوقات بتوقفوا على الحفلة أنتم ما شاء الله، بتلاقي حواجز يعني إذا بتوقف عليها بتوصل العرس، يعني ممكن يعني تكون بينك وبين البلد 2 كيلو، تروح تعمل لفة في طرق ثانية إحنا كفلسطينيين بنعرفها، تقعد 4 ساعات تتصل. في دائما محاولات تضييق، حتى دائما قديش ممكن يبعدوا ابناء الشعب الواحد عن بعض البعض، ما تكونش لقاءات، ما يكونش تلاحم، حتى ما يكونش هناك تخطيط للمستقبل مع بعض. انا بقدم عمي ابو محمود جد العريس يحكي، وبعد ان شاء الله خال العريس ان شاء الله، باسمي واسم ابوي واسم ال زكفور كلنا سيدنا احبابنا. تفضل عمي. اهلا وسهلا ابو هلال، اذا سمحت انت وابو صبحي وآل عباد، بدنا الامان اللي عندكم ان شاء الله من بيت ابوها لبيت عمها ان شاء الله. مبروك اذا بتسمع يا عم، الله يبارك فيكم، والنسب عند الاجواء الاهل، الله يخليكم يا عم، احنا اهل ونضل اهل ان شاء الله، ادعوا لنا البركه ان شاء الله. مبروك مبروك يا عم، شرع الله الزواج ليكون سكنا ومودة بين الناس، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. طلب العروس إسا أنا بجمع الناس اللي هني يعني إلي ثقة فيهن إكبار من الحوالين من العيلة أو غير العيلة، كمان بريد العيلة كمان ممكن يكون، أما أكثر إشي من العيلة بكون كبير العيلة يكون موجود هو
في المقدمة هاي. أول شيء مبسوطة لأني زي ما قلت لقيت الشخص اللي أنا برتاح معه وراح أمضي كل عمري معه، بس بنفس الوقت هيك شوي متضايقة أني راح أترك بيت أهلي وأطلع، يعني ربوني كل هالعمر وهلأ بدي أطلع من البيت وأروح أعيش ببيت تاني وأبعد عنهم، فشوي هيك صعب شوي. فمن أول أسبوع، من أول أسبوع العرس وأنا حاسة حالي كتير مضغوطة وهيك متضايقة وفي نفس الوقت مبسوطة، يعني مشاعر كتير مختلطة، بس هذا حال الدنيا ومنا نمشي فيها. البنت من بيت أبوها كانت صعبة، خاصة إذا منعرف إحنا إنه هاي البنت كانت تطلع العروس عمرها من 9 لـ14 سنة، فتصوروا وضع بنت صغيرة طفلة تالعة من دار أبوها إلى المجهول، مهما حتى لو كان عريسها ابن عمها فهي سوف تواجه المجهول. فعشان هيك كانوا إذا كان منسمع إحنا أغنية الحنة اللي كانوا يغنوها للعروس خاصة إذا كانت غريبة كانت تتبكي الحجار. عندنا الغناء ما غنى الرجل وما غنت المرأة. بداية إحنا كمجتمعات محافظة دائما نفصل بين التجمع الرجالي والنسائي، بس الموضوع الأهم إنه دائرة اهتمامات المرأة تختلف عن اهتمامات الرجل. دائما أهم إشي عند المرأة في التعبير إنها تعبر عن دائرة الرحم. دائرة الرحم إن كان هي كونها بنت لعيلة ولا كونها أم لعيلة. أستطيع أن أميز العرس وأنا قاعدة بالبيت إذا كان هذا العرس اللي مارق هو بأي دين من الأديان، وهذا طبيعي إنه
الله موجود والأنبياء موجودين في كل حركة إحنا بنتحركها. خارج العرس إحنا في بيتنا، عاداتنا، كيف منوكل، كيف منتصرف، كيف منعيد، كله العنصر الديني عنصر أساسي ومهم في حياة العائلة الشرقية إجمالاً. أنا لا أتحدث فقط عن العائلة الفلسطينية، العائلة الشرقية إجمالاً والعربية خاصة، الدين في له حضور مهم. أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. يعربن عبد الله أندرين على أمة الله مريانا باسم الأب والابن والروح القدس. يا ابني أندري، هل تريد برضاك واختيارك أن تتخذ ابنتنا مريانا زوجة شرعية لك بحسب قوانين الكنيسة المقدسة؟ نعم. وأنت أيتها الابنة مريانا، هل تريدين برضاك واختيارك أن تتخذي ابننا أندري زوجا شرعيا لك بحسب قوانين الكنيسة المقدسة؟ مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس. بالعرس المسيحي كل طقوس العرس وكل دورة الحياة تتم عن طريق الكنيسة ورجل الدين، بينما أنا بالعرس الإسلامي أنا ما بروح على الجامع، ما بتجوز بالجامع، ما بفوت ابني أول ما بخلق على الجامع، أنا بأدن بدانه بس أنا ما بفوته على الجامع. فعشان هيك أماكن الكنائس وتواجد العريس بالكنائس أنا برددها في أغنية قل لي وين تكللت، وبالعريس المسلم أنا بقول له وين الأماكن المقدسة اللي أو أماكن الزيارة والتبرك اللي بزورها العريس المسلم. لما في زجل في شاعر، إذا الناس أو المشاركين بدهم يقعدوا ويلتزموا الصمت وكأن ما عبروا عن فرحتهم، فلما بقوموا هذا إشي ما فيه تغيير في التراث، بصفوا واحد حد الثاني وبعملوا دورة بنسجموا مع الشاعر نفسه، هن هيك بيبعثوا رسالة لطبيعة الفرح إنه إحنا مشاركين وإحنا متمسكين في تراثنا. دبكي من أهم الفنون الفلسطينية، الدبكة مأخوذة من دبك الخيل، يعني فيها عزة وفيها القوة وفيها إظهار الإبداع، فيها حركة الرقص، ودبكات عديدة، يعني كل بلد كانت تتميز بدبكة. يعني في شمال فلسطين كانوا يقولوا مثلا الدبكة الشمالية، هي دبكة فلسطين، بعدين قال لك الدبكة مثلا العسكرية أو الدغازي أو بسموها بعدين دبكة واحد ونص، وبسموها في دبكات النحفوية، في اليافوية، في الطباسية، ولي حوالي 30 دبكة في فلسطين. وطبعاً بنزلوا الناس على دبكة وبدبكوا ساعة ساعتين، في أوقات كانت تطلع النهار وناس تدبك، يعني تتبغزوا الشباب مين بيصمد أكثر. طقس آخر من طقوس العرس اللي هو عبارة عن مسرحية متكاملة، طقس التجلاي، وهون يستعرضوا حسنات العروس، كيف يوقف العروس قدام العريس، تحط العروس بالأول إيديها على جنابها وبعدين تمسكها من وراء مرة اللي بدها تجليها،
وهي المرأة لها مواصفات، لازم تكون جوزها طيب وبخلف صبيان، تمسكها من ورا من خصرها والعروس تحط إيديها على جنابها وتصير تهزها بهذا الشكل قدام عريسها وتغني لها عليكو بنات الجود لراد الجيزة، بعدين ترفع العروس إيديها على خصرها وتلفها على الشقة الثانية وتكمل هز وحيد ولا تأخذ بنات الندايل على الشقة الثالثة وعلى الشقة الرابعة، كل مرة بعدين ترفع العروس إيديها بهذا الشكل، وهاي الأصيلية بنت الأصايل، بعدين تحط إيديها على راسها، وهاي التي لن قال عنها ولا جارة ولا تعير أبوها بوسط المجالس. إذا إحنا عمالين إن نعدد صفات العروس إن هي بنت حسب ونسب. تلزق العجينة لسببين، أولا عشان تلزق هي عند دار عريسها مثل ما العجينة بتلزق على الحيط، كيف بتلزق؟ إنها بتخلف. ثانيا أن تتكاثر وتطرح البركة في البيت مثل ما الخميرة تتكاثر بقلب العجين وبتطرح البركة. أربع راس سويت هذا العرس بيزيدهن شوي، بيزيدهن لأنه أولاد اثنين، وبتعرف بركة الله بالبيت اللي بيطلع منه بيت، وبنبسط الإنسان يوم هيك بيأدي الرسالة، بحس الأبو أنه بيأدي رسالة شلبية لأولاده، بيطمئن عليهم بربيهن تربية صالحة. هاي أهم إشي بالنسبة لي أنا، الحمد لله مبسوط كثير. أنا ابني فرحت فيه مرتين، الفرحة الأولى كانت عند ولادته لما أنا حملته بين إيدي وخلفته، هاي كانت أسعد لحظة في حياتي، وأنا اليوم بعد 22 سنة بحضن ابني وبزفه وبفتح له بيت، هاي من أحلى الفرحة اللي بتمناها لكل إنسان، لكل أم، لكل بيت إن شاء الله رب العالمين، ربنا يعطي هذا الفرح وهذا السرور. طبيعي أنا يعني كان عندي شعور يعني فرحان مبسوط بابني، إنه ابني عنده بيت جديد، فتح بيت جديد، جاب عروس إله كمان، هذا أشياء يعني مهمة جدا إلي، أنا مبسوط له وبكيف له، يعني زي ما تقول شجرة وأنبتت جنب نبتي، وهذا الأشياء هذا يعني طلع من البيت بيت، بارك الله بالبيت اللي بيطلع منه بيت، وهذا الأشياء كان يعني عندي شعور يعني كثير يعني مبسوط، كثير مبسوط إن ابني يعني يتجوز وبكرة بيخلف الله يعطيه. وقت الزيانة لما حملت الحنة من هون ورحيت وصلت على اللوج كنت طيراني، مش عارفة حالي وين، لا بالسماء ولا بالأرض، كثير كنت مبسوطة. أنا كل الوقت كل وقت كل مدة اللي اسمه فرح كان موجود، من تعليل لحتى الكليل لحتى يعني السهرات هناك، كنت يعني كثير يعني مبسوط ومكيف فيها شغلات هاي، كله كله مبسوط فيه، إنه أنا مقدم على فرح وابني مبسوط وأنا مبسوط معه. أنا بآمن أنه إكثار وخاصة الظروف اللي إحنا بنمر فيها كأقلية ضمن مجموعة كبيرة اللي بتحاول طمس هويتنا، ولكن إحنا منقول يا جبل ما يهزك ريح، حاولوا بإغراءات عديدة، تغيير اللغة، تغيير العادات، تغيير اللباس، تغيير الطعام، فالتمسك بالإشي الفلكلوري، قضية الطعام في العرس، قضية التحابب اللي موجود بين الناس في العرس، قضية وجود شاعر فلسطيني، اللي كلمة شاعر ما أجت عبثية، كلمة شاعر من شعور، فكل اللي بيكونوا هون
بكون في شعور بينهم. عاداتنا وتقاليدنا حلوة، والشغلات القديمة إلها بضل إلها جوها كتير حلو، يعني بتضفي جو حلو على المناسبات اللي مثل هيك. وما أعرف يعني الواحد بيجوز مرة واحدة، ويوم بتعمليها شغلات زي هيك بتدوم، بتضلها شغلات كتير حلوة. بس الشغلات الجديدة بتيجي بتطلع سنة وبعدين بتروح، فإحنا حبينا نعمل الشغلات التقليدية لأنه حسينا إحنا هيك منعيشها بالعرس تبعنا، وبضلها ذكرى حلوة لنا. احتلال فلسطين، في عنا نوعين من الاحتلال، في احتلال سياسي واستيطاني وهذا بغيض جدا، وفي الاحتلال الجديد اللي بيحاولوا انهم يسيطروا على هذه الثقافة بأنهم يعطوا الناس ثقافة ثانية حتى هذا الشعب ينسى حضارته وتاريخه وثقافته، وفي ذلك الحال راح يكون ايش الشعب الفلسطيني بيكون فقد المعنى السياسي، والمصيبة الكبرى اذا بفقد المعنى الثقافي لانه راح يكون عاري بدون ثياب، راح يعني زي عندنا مثلا المثل الفلسطيني بيقول زي الغراب اللي كرد الحمامي، لما اجى يرجع حمامي ما عرفش، ولما اجى يرجع الغراب ما عرفش، يعني صار بين. واحنا في معادلة الشعب الفلسطيني ما في شيء عندنا في التراث، خصوصا شيء اسمه بين، اما تراث واما لا تراث. حبيبنا يلا الشعب الفلسطيني حافظ على هذه الهوية بقوة تعجز عنها كل التلفزي في العالم وكل من خططوا للثقافات الوجود، وهي تعلن للبشر وللعالم بأننا شعب لنا ثقافة ولنا تاريخ ولنا وجود، وأن هذا الشعر الفلسطيني الخالد يثبت بأن الكنعانيين هم من بنوا هذه الثقافة، وأن هذا الأرض لهم وأن هذه الثقافة لهم. فشو، وأتمنى أنا كشاعر أن الوطن ينجب كمان شعار وبعدهم شعار، وظل الفرحة تجمع الناس وظل السحج موجودة، لأنه فيش بعد اللمة، واللمة بتعني شعب، والشعب بيعني وطن، والوطن بيعني وجود.